تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ثاني فعالياتها الرمضانية تحت عنوان الدراما ودورها في تشكيل الوعي، وذلك مساء غدا السبت. تتحدث خلال الفعالية يتحدث الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والناقد الفني أحمد سعد الدين، والنائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، والدكتور رامي عبد الباقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وتتناول الفعالية أثر الدراما على الوعي واستخدام الدراما التلفزيونية لتحدي معتقدات ومبادئ تتعلق بالأرض والهوية، ذلك وتركز على مسلسل هجمة مرتدة وكشف مؤامرات استهداف الدولة المصرية ومجهودات الدولة في حماية أمنها القومي في الداخل والخارج وأسباب اختفاء الأعمال الدرامية الموجهة للطفل، إلى جانب دور المجلس الأعلى للإعلام في تنظيم العمل الدرامي وتصحيح مساره.